نلقح لجميع المشاركين. مسافتنا الأربعة كيلومتر، نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الشاهينية من تتصدر الانطلاق بالمقدمة. محمد بن المربن حلوة الاكتبي من يسيطر بمقدمة الشوط وتعلن الوجود مع الصدارة. المركز الثاني ثمينة، حمد بن علي بن حمد البريص المري مع المركز الثاني. الدور المركز الثالث وراء الوصول من الفاتنة، ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي من تأتي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، من تتقدم بكل قوة هنا وتنطلق نداء فاضل بن عبد الله بن سعيد اليحافي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام وانطلاق مميز هنا من اهوال سالم بن غانم بن ناصر الدرعي مع المركز السادس. المركز السابع وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تاتي الحذرة، عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي انتقل مع المركز الثامن وراء الوصول هنا والتقدم الممتاز من صبر سالم بن كاسب بن خليفة المسافري وفي تاسع المراكز وصول هنا وانطلاق من لبوة سيل بن خيرات بن الدوده العامري عاشر المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام وانطلقت العنود، تعود المكيه والجزيره منصور بن خليفه بن سالمين الحميري النداء الاول لهذا المسار، اكملناه كامل المكمل. نعود معك يا بن حلوه محمد بن المر بن حلوه الاكتبي ما زال مسيطر بالشاهينيه مع مقدمه الشوط مع المركز الاول، ما زالت تسيطر بالمقدمه. المركز الثاني ثمينه ثمينه وبالفعل ثمينه، حمد بن علي بن حمد البريص المري من ترافق شواهين ثمينة مع المقدمة مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصلت ندى فاضل بن عبد الله بن سعيد اللي حافي مع المركز الثالث القادمة من السلطنة وبالأخص من ميدان الأبيض. المركز الرابع وصول مشاهدينا الكرام وانطلاق مميز هنا من الجزيرة، تعود الملكية منصور بن خليفة بن سالمين الحميري. المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام صبر سالم بن كاسب بن خليفة المسافري. المركز السادس وصول وتقدم ممتاز في هذا الانطلاق من حربة لعبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة مع المركز الأول الشاهينية مع مقدمة الشوط. منذ الانطلاق سيطرت بالمقدمة بالمركز الأول محمد بن المر بن حلو الاكتبي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول. يا سلام الشاهينية وسلالة الشاهين دائما وابدا تثبت الوجود، ما تبقى إلا القليل، الكيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن الناموس، يفصلنا عن الفوز عن الانتصار. ثمين مع المركز الثاني البريصي هنا، حمد بن علي بن حمد البريص المري مع المركز الثاني. ندى من تتقدم تغير من مركز إلى مركز، عينها مع المقدمة تعود الملكية فاضل بن عبد الله بن سعيد اليحافي مع المركز الثالث. المركز الرابع وصل مشاهدينا الكرام وانطلق هنا بن سالمين الحميري منصور بن خليفة بن سالمين الحميري من تتقدم الجزيرة مع المركز الثالث. وصول من لبوة يا سلام السيل بن خيرات بن الدوده العامري، الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتوجه، الطموح الفوز والناموس والقادم احلى. وصول يا سلام حكمة حكمة عوض بن خليفه بن شلبود الخيلي ما يبنى لها طاري الا في هذا الموقع، ولكن بعود مع ثمينه، ثمينه مع المقدمه، ثمينه مع المركز الاول. البريص المري ما زال يثبت الوجود مع ثمينه مع مقدمه الشوط، الاقرب للفوز، الاقرب للناموس، حمد بن علي بن حمد البريص المري ثمينه مع البدايه. المركز الثاني الجزيري يا سلام، تعود الملكيه منصور بن خليفه بن سالمين الحميري. وصلت نداء فاضل بن عبد الله بن سعيد اليحافي، تحرك اليحافي بكل قوة بكل جدار يا سلام، وايضا وصول هنا وتقدم ممتاز من اللي هي حكم عوض بن خليفه بن شلبود الخيلي. ولكن يا ترى الفوز لمن؟ الانتصار لمن؟ ندى الجزيره وندى مشاهدين الكرام وحكمه حكمه، ولكن الجزيره ما سلمت المهمه، ولكن ارصد لي الهواري اشوف شيء هنا قادم بكل قوه من الجانب الاخر يا سلام. من وصلت في هذه اللحظات؟ ولكن يا سلام بن قرع يصل وينضم على الامتار الاخير والجزيره، وانا ندى
مشاهدينا الكرام، الانطلاق وين؟ الصدارة وين؟ اللي هي هملولة بخيت بن علي بن حمد المر يا سلام، ولكن الجزيرة، الجزيرة هملولة والجادم أحلى، القادم أحلى يا سلام، وصول نهب 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 ويا مرحبا بنهب، نهب وهملولة، نهب 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 ومشكور يا مالك نهب على هذا الأداء المميز، محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، أسعد الله مساك. واجهتنا في الميتين متر الأخيرة ما يبنى لها طاري، مسافتنا لأربعة كيلومتر، ولكن عند الميتين وعند الخطوط النهائية واجهنا محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي. المركز الثاني وصلت هملولة مشاهدينا الكرام اللي بخيت بن علي بن حمد المر. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام، المركز الثالث اللي هي مشاهدينا الكرام الجزيرة منصور بخليل بن سالم الحميل. المركز الرابع كان نداء فاضل بن عبد الله بن سعيد الإحافي. المركز الخامس دخول جماعي نحيلها لجنة خط النهائي لهم دور في مثل هذا المواقف. هاي أمامكم نهب، خمس دقائق 59 ثانية، سبعة من الأجزاء. أسعد الله مساك يا أبو رشيد، يا محمد، يا بن علي بن عبيد الرشيد الكتبي على هذا الفوز والانتصار. توقيت الزمن المشاهد الكرام ست دقائق بدون ثواني، جزء واحد يتيبا من الثانية، من حلت مع المركز الثاني اللي هي هملولة. تهانينا والناموس لبخيت بن علي بن حمد بن قرع المري. أما في ثالث المراكز ست دقائق مشاهدي الكرام، ثانيتين أو ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس من وصلت في ثالث المراكز، التهاني والناموس لمالك الجزيرة منصور بخليفة بن سالمين الحميري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.